الخير على كل مشاهدينا. النهارده ان شاء الله تكون في فقرات كويسه تنال اعجابكم. اول فقره لينا النهارده هي مع الاستاذه الدكتوره ساميه عبد الرحمن، استاذ طب المسنين بكليه طب جامعه عين شمس، وهنتكلم على فقره مهمه جدا خاصه بطب المسنين. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني طب المسنين ده بيعالج ناس كتير قوي خاصين لقلبنا كده، اللي هم كبار السن والقريبين لينا. حضرتك ممكن تكلمينا عليه اكتر؟ يعني هو طب المسنين لو حبينا ان احنا نبسط التخصص، يعني فالفرق ما بين طب المسنين ومثلا تخصص زي الباطنه هو نفس الفرق ما بين الاطفال والباطنه، لان في خصوصيه للمريض نفسه. يعني الشخص المسن ده اللي هو احنا بنقول فوق سن 60 او 65 سنه، ده جسمه مختلف تماما عن الشاب، ومختلف اكتر كمان عن الطفل الصغير. فنتيجة لأن هو جسمه مع التقدم في السن بيحصل تغيرات فسيولوجية، بتحصل في الخلايا، بتحصل على مستوى الأجهزة بتاعة الجسم، وبالتالي بتبقى على مستوى وظائف الأجهزة بتاعة الجسم المختلفة، الدورة الدموية، الجهاز العصبي، الحركي والعضلات، الجهاز الهضمي، كل دول بيحصل فيهم تقدم في السن. زي بالظبط كده الشعر ما بيبقى يعني بيبيض. يعني هو تقريبا زي طب الأطفال بس للكبار السن، يعني هو بيبقى يعني الناحية مختلف البطنة. مختلف، لان اولا في امراض مختلفه، حتى الامراض اللي هي أنا بتحصل الفكره العامه ليه الفكره العامه بالاضافه اليها، ان يعني في جزء بقى لا يتجزأ من التخصص اللي هو الجزء النفسي والاجتماعي بالنسبه للشخص المسن، لان النظره بتاعه دكتور المسنين لازم تبقى نظره شامله. ما ينفعش ان هو يبص للمرض وبس ويكتب روشته ومع السلامه، دي ما تنفعش خالص في طب المسنين. لكبار السن ما تنفعش. طب احنا ابتدينا نسمع شويه كتير دلوقتي عن طب المسنين ازيد من الاول، فهل ده كان موجود، التخصص ده كان موجود من زمان في مصر ولا ابتدى يدخل في الكليه؟ هو مصر رائده دايما الحقيقه، يعني مصر هي اول دوله في الدول العربيه والشرق الاوسط بصفه عامه اللي يبقى فيها تخصص طب المسنين، وده كان من منتصف الثمانينات تقريبا، يعني بقى له فتره كبيره. بس هو ابتدت يعني تاخد البروباجندا بتاعته قريب. يمكن برضو عشان احنا عدد دكاترة المسنين في مصر زاد شوية، وان كان قليل جدا، يعني احنا نعتبر حاجة نادرة. يعني انا ملاحظة كمان ان هم صغيرين في السن شوية، يعني مفيش منهم حد. ده صحيح، لان التخصص نفسه تخيلي لما التخصص يكون مبتدي في منتصف الثمانينات، يعني احنا بنتكلم على ان واحد لسه هيبتدي الكارير بتاعه في 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 الثمانينات، ده هتلاقي دلوقتي بالكتير مثلا 50، يعني لسه ما جاش 60 سنة مثلا. فدي حاجة يعني جزء أساسي في الموضوع. وبعدين الاسم كان بادي صغير جدا، احنا بنتكلم على مستشفى نهاري بيجوا يقعدوا فيه المسنين الصبح ويروحوا، عدد محدود جدا من السراير، 10 سراير في جامعة عين شمس. فتخصص كان محدود جدا. التخصص موجود بس في جامعة عين شمس ولا موجود في كل الجامعات المصرية؟ هو الحقيقة موجود في جامعة اسكندرية، حاليا موجود برضو في الأزهر، جامعة القاهرة برضو فيها وحدة لطب المسنين، لكن برضو في الآخر يعني محدود برضو جدا. يعني طب أنا عندي مثلا والدي بيعاني من مشاكل معينة، إمتى أقول أنا هروح لطب مسنين مش هروح مثلا لبطنة أو هروح لكده؟ ده سؤال جميل جدا. طول ما المريض ما عندوش غير مشكلة صحية واحدة يبقى يروح للتخصص. يعني مثلا عنده ولنفرض فيروس سي مثلا، ومحتاج يظبط انزيمات الكبد بتاعته او ياخد العلاج بتاع الفيروس سي، يبقى هيروح لدكتور الجهاز الهضمي والكبد. لكن المسنين امتى يبقى محتاج دكتور المسنين؟ لما يبقى عنده مشاكل صحية متعددة، طبعا بتبقى مش بس يعني متعددة، لا هي كمان بتبقى بتأثر على بعضها. يعني واحد مثلا عنده ضغط وسكر ومثلا نقص في نشاط الغده الدرقيه مثلا، وكل يعني ده من اكتئاب بالظبط مثلا كده، في مشاكل يبقى في في الحاله دي أو الافضل طبعا انه يروح لدكتور المسنين. الحاجه الثانيه انه لما يكون عنده مرض، يعني غالبا ما بيحصلش غير في كبار السن زي الالزهايمر مثلا، يبقى في الحاله دي الافضل انه يروح لدكتور المسنين. طب دكتور المسنين المهمه الاساسيه عنده ان هو يعني يربط الدكاتره كلهم ببعض، ولا هو بيكتشف المرض ولا ايه؟ الاثنين. يعني دكتور المسنين اولا ما ينفعش يشتغل لوحده، يعني ما ينفعش اشتغل من غير تيم. التيم ده بيتكون من اخصائي اجتماعي، اخصائي نفسي، حد بتاع تاهيل وعلاج طبيعي،
ممكن يبقى في حد تغذيه، يعني كل دول بيتعاملوا مع بعض، بالاضافه الى ان احنا طبعا بنحتاج في اوقات كتير للتخصصات الاخرى، بس في الاخر انا ببعت المريض للتخصص ده يظبط له حاجات معينه وبعدين بيرجع تاني ونحط ده كل ده في الايه؟ في ابتداء من سن كام بنيجي لحضرتك؟ من اول 60 سنه. الجزء الثاني برضو اللي حضرتك كنت بتساليني عليه اللي هو احنا اكتشاف الامراض، طبعا في جزء اللي هو الطب الوقائي، يعني ده موجود في كل التخصصات مش في طب المسنين بس، اللي هو الفحص الدوري والتشيك اب، يعني ان الواحد يعمل فحص دوري قبل اشعه بدايه يعني نحلي اكتشاف المرض قبل، عشان حتى عشان نكتشفه مبكرا، يعني حتى لو هو موجود في امراض كتير جدا ملهاش اعراض خاصة لما بنكبر في السن، فبيبقى الأفضل إن احنا نكتشفها بتحاليل بأشعة بفحص بالسماعة، يعني طب ده بتختلف. خليني أسأل حضرتك، هي أكتر الأمراض اللي بتبقى موجودة في الفترة السنية دي؟ لو قسمناهم هنقسمهم مجموعتين، المجموعة الأولانية الأمراض اللي هي تقريبا حصرية ما بتحصلش غير في كبار السن، زي مثلا الوهن، زي الخرف بأنواع مختلفة من ضمنها الألزهايمر، الاكتئاب برضو من الحاجات اللي شائعة جدا في الناس الكبار في السن، يعني سلس البول برضو من الحاجات اللي شائعة في كبار السن، فقدان رجال الشهية وسيدات. مثلا ما بيحبوش ياكلوا أكلات معينة كتير بيبتدوا يمنعوا. في بقى أمراض شائعة بصفة عامة زي مثلا الضغط والسكر وأمراض القلب والكوليسترول، الجلطات في القلب، جلطات في المخ، كل دي حاجات من ضمنها برضو الإمساك نتيجة لمشاكل الأكل اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها، كل دي حاجات بنسميها أمراض شائعة في المسنين. والمجموعة الأولانية اللي قلتها لحضرتك دي احنا بنسميها الجيرياتريك سيندرومز، أو الأمراض يعني بتاعت أمراض الشيخوخة ممكن نسميها كده. طيب التخصص بقى جديد في مصر زي ما حضرتك بتقولي من الثمانينات، في مستشفيات متخصصه فيه؟ يعني زي مستشفيات دلوقتي مثلا في مستشفيات للعيون، في مستشفيات للاطفال متخصصه، او مراكز عظام مثلا، في مظبوط، مستشفيات مختصه بطب المسنين؟ هي واحدة بس، واحده هي بس في مصر مستشفى كلها، المسنين عين شمس بتاعت اكيد. جامعة عين شمس، وهي يمكن جامعة عين شمس حتى هذه اللحظة ممكن تكون هي الوحيدة، أو يمكن انضمت ليها جامعة الأزهر في حتة الدرجة الأكاديمية، يعني مفيش مستشفى متخصص بس للمسنين، يعني احنا الحمد لله عندنا في جامعة عين شمس في رعاية مركزة للمسنين، رعاية متوسطة للمسنين، يعني المستشفى كلها محدش مستشفى بيخشها، إقامة كمان. محدش، وعيادات طبعا فيها حوالي 5 عيادات يعني يوميا في المستشفى نفسها شغالين. في الوقت الحالي هي مستشفى للعزل، وبرضو فيها أفضلية طبعا لكبار السن يعني. يعني دلوقتي للعزل بس يعني. يعني الظروف الطارئة، يعني جامعة عين شمس لازم يبقى ليها دور برضو في أكيد. علاج مرضى الكوفيد يعني، فهي حاليا شغالة مستشفى للعزل طب بس، عشان المسنين لو اتفرجوا على البرنامج يروحش يدور على ما يروحوش المستشفى يدوروا عليه. بكرة، يعني ان شاء الله قريب نرجع طب تاني. لما كانت يعني ضمن الخدمة قبل موضوع ان هي تبقى للعزل بس، اهتميتوا مثلا يكون فيها ناس جواها تمريض بشكل معين، او بيبقى لها مثلا جليس لمسنين او كده؟ جزئية الجليس المسن والكلام ده دي مش جوه الوظائف بتاعت المستشفى عندنا، يعني المستشفى عندنا مستشفى للأمراض الحادة، يعني مريض عنده مشكلة صحية طارئة ومحتاجة تتعالج دلوقتي، لكن الشخص اللي هو عنده أمراض مزمنة وبياخد لها علاج بس مش قادر يخدم نفسه او محتاج حد يساعده في البيت او كده، دي اللي بيحتاج لجليس المسن، او بيحتاج ممكن لحاجه اعلى من كده شويه اللي هي مساعد التمريض او حاجه، ودي يعني للاسف المستشفى بتاعتنا برضو مهما كانت هي 7 ادوار وكل حاجه بس برضو محدوده، يعني انا عايزه اقول لحضرتك المستشفى لما فتحت في خلال 48 ساعه كانت فول كاباسيتي خلاص طبعا. اتملت، لان الاحتياج ليها شديد، فاحنا محتاجين مبادرات كتير جدا في الاتجاه ده. وحاجات خاصة بقى نبتدي الجمعيات الخاصة القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة. شغال طبعا، شغال ما بين الرعاية المنزلية وما بين دور المسنين اللي هي بتبقى تبع وزارة التضامن، في حاجات بتبقى وزارة التضامن نفسها هي اللي مشرفة عليها، وفي حاجات تانية بتبقى واخدة تراخيص من وزارة التضامن، وشغالين برضو بصورة يعني خاص يعني او ربحي يعني عادي، بس للاسف برضو في مصر عدد دور المسنين اللي تحت اشراف دكتور مسنين متخصص واللي فيها رعايه متخصصه برضو عددها مش كبير. حضرتك بتنصحي نزور حضرتك كل قد ايه؟ يعني لو ما فيش امراض معينه.
على الاقل مره يعني كل 6 شهور دكتور الاطفال سنه. مثلا كنا بنروح له شهريا لحد سن معين مثلا وبعد كده مظبوط. لا خلاص. احنا ما بنقولش اكتر من سنه، يعني يعني كل سنه المفروض يزور دكتور المسنين مره عشان يتاكد على ان الدنيا كلها تمام. لو في حاجه تانية تستدعي ان هو يجي قبل السنه دي، المفروض طبعا الدكتور بتاعه بيبقى مبلغه. يعني يعني كاجراء وقائي ممكن اجي لحضرتك قبليها، قبل اي حاجه يعني كل سنه نعمل كشف يعني دوري لو كل انا سنه. سليم تماما ما عنديش اي امراض مزمنه، يبقى انا المفروض ان انا بس اتابع عاده مع في دكتور المسنين الفتره كل دي من سنه. السن بيبقى بتظهر حاجات، يعني دايما بيبقى موجود حاجات. طبعا، ما هو لو في عرض بقى ظهر للمريض هيجي للدكتور فورا، مش هيستنى لما يعدي السنه. لكن طول ما الامور مستقره ومفيش مشاكل، معظم الحاجات بتاعت الفحص الدوري للمسنين بتبقى يعني سنه فما فوق. يعني انا بقى قاعده في البيت وعندي والدي والدتي مقيمين معايا ككبار سن، المفروض ان انا اتعامل معاهم ازاي؟ يعني تنصحيني بايه؟ اهم حاجه احنا يعني بنهتم بيها في كبار السن هي الحفاظ على جوده الحياه. فجوده الحياه دي معناها ايه؟ معناها ان الشخص ده مستقل، ان انا ما عاملوش على انه محتاج ليا. طول ما هو قادر يخدم لنفسه اسيبه يخدم نفسه عادي. يعني هديكي مثال، مثلا انا اختي دايما كانت تحب قوي ان هي عايزه تريح بابايا مثلا، فكان لما هو كان بينزل يلعب رياضه كل يوم، فهو مروح بتبقى هي عايزه تساعده ان هو بدل ما يميل يقلع الشوز بتاعه، هي عايزه تقلعه له. وانا كنت دايما اقعد ازعق لها الصراحه، لان انا كمان شويه قدرته على ان هو يميل ويقلع الشوز لوحده هتروح. بالظبط، فيبقى يعني كده قصدي ما انا تسهليش عليه الموضوع ما دام هو قادر بالظبط يعمله بنفسه. بالظبط. طب احنا لان معانا تليفون ممكن حضرتك تقولي لي؟ اتفضلي. ايوه استاذ ياسر، معانا حضرتك، اتفضل. نورت ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. انا عندي يا فندم جدي عنده 90 سنه يا فندم، خدت بال حضرتك؟ يعني بيشكي من رجله حضرتك. من بيشكي من ايه؟ بيشكي من رجله حضرتك، من فتره رجله. تعريف حضرتك. خد بالك، فهو دلوقتي حضرتك يعني قاعد في البيت ما بيتحركش ولا بينزل. من الوجع تعرفه انه عمل فيها عمليه برضه ما نفعتش برضه. عملية في ايه؟ في الركبة؟ يا فندم. يعني عامل تغيير مفصل مثلا؟ يا فندم، ايوه. تمام. حضرتك هو ما بيتحركش من رجله يا فندم، وقاعد في البيت مش عارف ينزل ولا يطلع، فمش عارفين علاجها ايه حضرتك. هي دي طبعا محتاجة فحص طبي، لان متشكرين لحضرتك. انا ارد على حضرتك. المفترض ان الشخص اللي عمل تغيير لمفصل ده المفروض ان هو بيرتب قبل العملية، بحيث ان هو يقدر ان هو يتحرك بعد العمليه. فبيبقى محتاج علاج طبيعي، بيبقى محتاج علاج للالم، بيبقى محتاج تقويه للعضلات، يعني علشان لما يعمل العمليه يستفيد بيها. لو وزنه تقيل المفروض ان هو يقلل وزنه شويه قبل ما يعمل العمليه، بحيث ان هو العمليه يقدر يستفيد بيها. لكن انا اعمل عمليه تغيير المفصل وبعدين اقعد في البيت بعد كده، ما هو طبيعي مفيش ان هو حركة. بالظبط مفيش استخدام للحياة. وبعدين يمكن ده يندرج تحت الكلام اللي كنا بنقوله من شويه، ان فقدان الوظيفه دي حاجه سيئه جدا، صعب جدا ان احنا نسترد الوظيفه اللي فقدت. فمهم ان هو يتابع مع دكتور العظام بتاعه، ومهم ان هو يتابع كمان مع دكتور علاج طبيعي علشان تقويه العضلات، بحيث ان هو يقدر يقوم ويقف تاني. ولو هو محتاج يفقد وزن محتاج طبعا حد تغذيه ينظم له الاكل بتاعه، وبرده كده كده هيحتاج حد تغذيه عشان تقويه العضلات وبناء العضلات اللي هي ايه حصل فيها هدم. طب نرجع تاني لحضرتك كنت بتقولي احنا ما نسهلش عليهم المهام البسيطه اللي ممكن يأدوها هم بنفسهم في البيت. لان سهل قوي انه يفقد الوظيفه وصعب قوي ان هو يستردها. يعني لو قادر يقلع الشوز بنفسه يعملها، لو قادر يحضر اكله بنفسه يعمله. طبعا بما لا يعرضه للخطر، يعني لو حد مثلا بيقع كتير ما ينفعش اقول له لا ما فيش حاجه اسمها كده قوم وامشي عادي. لا، لازم يبقى ساعتها ايه، نعمل الاول تقييم ونعرف ايه اسباب الوقوع اللي بتحصل عند الشخص ده، ونبتدي نعالجها الاول، وبعدين بعد كده نرجعه تاني ان هو يمشي ايه باستقلاليه. لكن دايما الهدف بتاعنا ان حتى لو في تاثير على الصحه، ان الهدف بتاعنا ان احنا نسترد الوظيفه بسرعه. وعشان كده هو ده يمكن الهدف الرئيسي في طب المسنين، ان هو يرجع لي الوظيفه، سواء الوظيفه دي حركه او الوظيفه دي قدره على مثلا القدره على حساب شويه حسابات، او ان هو يدير اموره الشخصيه، او القدره على انه يتكلم في التليفون يتصل بالرقم ويتكلم شغل الذاكره على طول. يعني في جزء ادراكي، وظيفه طب احنا ادراكيه. معانا تليفون ونرجع تاني نتكلم من الناحيه النفسيه. استاذ محمد اتفضل معانا.
السلام الو، عليكم. عليكم السلام عليكم يا فندم. السلام. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل اتفضل. طيب بعد اذنك يا دكتوره، انا عندي اسناني ضايعه كلها. حضرتك عندك كم سنه؟ عندي 60. تمام. والمعده دايما تعباني، هل من الاسنان اللي تعب المعده ولا لا؟ عايز تعرف علاقة الأسنان الأسنان بتعب المعدة. أسناني بالمعدة ولا اه لا؟ اه تمام، شكرا تمام. لحضرتك. إجابة على سؤاله، طب المسنين داخل فيه الأسنان برضه؟ لا، هو طبعا هو ليه فقد أسنان، ودي ترجع لدكتور السنين، لكن تمام. تأثير ده على المعدة طبعا يعني ده جزء من تخصصنا. هو طبعا هو أكيد ما بيمضغش كويس، نوعية الأكل اللي بياكلها أكيد ما بين سوائل وحاجات طرية والكلام ده كله، يعني ممكن كمان جدا ده يكون أحد الأسباب بتاعت مشاكل المعدة. الهضم هيبقى أسوأ لأن أنا ما بقطعش الأكل كويس. محتاج طبعا، احنا بننصح اي حد عنده مشاكل في الاسنان ويرجع لدكتور الاسنان، لو ممكن يعمل تركيبه، لان المضغ ده جزء مهم جدا حتى في افرازات الانزيمات بتاعت الهضم والكلام ده. كمان لازم يبتعد تماما عن الاكلات اللي فيها، احنا بنستسهلها، زي مثلا العصير المعلب مثلا بيبقى فيه المواد الحافظه دي ممكن تتعب المعده. يعني اي حاجه فيها ليمون، اي حاجه فيها خل، اي حاجه فيها بهارات كتير، كل دي حاجات مفروض ان هو يبتعد احنا عنها. بقى عايزين علشان روشته كده في اخر الفقره حضرتك تقول لنا فيها نعمل ايه لكبار السن. هو اهم حاجه يعني لكبار السن ان احنا يعني رقم واحد المتابعه الدوريه، لان كتير جدا حتى الاعراض بتاعت الامراض بتبقى غير نمطيه. يعني لو بنتكلم على الكوفيد اليومين دول، الناس كلها بتقول ده ما سخنش، ده ما بيكحش، ده ما فيش رشح، ده مثلا يعني ما فيش اسهال او اعراض اللي هي بتاعت الجهاز الهضمي. لا خالص، الشخص المسن ممكن الكوفيد يظهر عنده في صوره ايه؟ توهان، عدم قدره عن الحركه، كان الاول بيقوم ويخش التواليت ويرجع لوحده، دلوقتي قاعد في السرير على طول. انعزاليه، ما بيكلمش حد. في ناس كتير جدا بتفتكر تغير ان هو في نمط مكتئب. الحياه بتاعت بالظبط. بالظبط، اي تغير حاد او طارئ يحصل في الشخص المسن لازم اول حاجه نفكر فيها الامراض العضويه. فما نستهونش بالاعراض الغير نمطيه في كبار السن، لان الاعراض اللي انا بقولها لحضرتك دي ممكن تحصل في اي حاجه، ممكن تحصل نتيجه لشويه جفاف، شويه امساك طول مع شويه، تحصل نتيجه لالم شديد، تحصل نتيجه لا قدر الله جلطه مثلا. فمهم قوي مش بس المتابعه الدوريه، لا ان احنا نبقى عارفين الطبيعي بتاعه شكله ايه، عشان لما يحصل فيه تغيير ندركه بسرعه. طبعا مهم ان اهل المريض حتى لو هو مستقل وعايش لوحده وبيخدم نفسه و و ان هو لازم يبقى في متابعه يوميه على الاقل بالتليفون، عشان لما تبقى في حاجه متغيره نلحقها بسرعه. لان كتير قوي وكمان بلاش حكاية ان احنا نفتكر ان كل حاجة نتيجة للتقدم في السن. يعني ما بيمشيش عشان هو كبير في السن، او بيمشي بعكاز بسبب بلاش انه كبير الاستسهال في السن، في التشخيص او يعني طبيعي انه يبقى فيه عشان شوية سن. سلس بول خفيف علشان هو كبير في السن، او كبر وخرف فده حاجة طبيعية. لا، الطبيعي ان الشخص المسن يكون طبيعي. يعني حضرتك بترشحي لنا ان احنا لازم نبقى متابعين معاه على طول، هو ده طبيعي بس من بعيد، يعني من غير ما احسسه ان انا يعني بتبدل الادوار، يعني انا ما بقتش انا الاب او الام وهو اللي بقى محتاج رعايه. لا، هو انا مجرد بتابع بحب وباهتمام من غير ما يبقى في سلطه على الشخص المسن نفسه. الحقيقه انا مبسوطه جدا ان احنا حضرتك معانا النهارده، وان الفقره عدت بسرعه، وطبعا في كلام كتير جدا واسئله كتيره جدا كنت المفروض اسالها حضرتك، هسالها بعد الفاصل بقى ان شاء الله. فاصل ان شاء الله ونعود مع الفقره الثانيه. متشكره لحضرتك.